تحياتي ليك كابتن محمد فاروق ضيوفك الكرام هنا طبعا من استاد القاهره الدولي ومباراه الاهلي والنصر في مباريات الدوري العام، مباراه هامه جدا منذ لحظات قليله كان وصل فريق النادي الاهلي الى مقر الاستاد ده طبعا استعدادا لهذه المباراه الهامه، وفريق نادي النصر وصل قبل فريق النادي الاهلي بحوالي ربع ساعه. لكن الكابتن حسام البدري اعلن تشكيل فريق النادي الاهلي حيث سيبدا بشريف اكرامي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، اثنين مساكين ايمن اشرف وسعد سمير، امامهم اثنين وسط ارتكاز عمرو السوليه وحسام عاشور، وفي الامام جونيور اجاي، احمد حمودي، صلاح محسن، وفي الهجوم وليد ازارو. على دكه البدلاء علي لطفي، اسلام محارب، وليد سليمان، حسام غالي، مروان محسن، محمد نجيب، كريم ندفد. اما بالنسبه لتشكيل فريق النادي النصري اللي اعلنه الكابتن سيد عيد، في حراسه المرمى رقم 16 مصطفى حتيبه، رقم 7 ظهير ايمن اسلام مصطفى، رقم 20 مؤمن عاطف ظهير ايسر، اثنين مساكين خالد رضا واحمد صبيحه، خالد رضا رقم 14 واحمد صبيحه 36، اثنين وسط ارتكاز حسين الحسيني رقم 44 وحاج حجاج عويس رقم 19، امامهم جناح ايسر محمد رفاعي وايا رقم 6 ومحمود القط 18 جناح ايمن، وفي الهجوم عماد حمدي 31 وهو احد اللاعبين الصاعدين مواليد 99، ومهاجم صريح محمد حسن ميدو رقم 10. لكن اللافت للنظر في تشكيل فريق النادي النصر ان هناك اكثر من لاعب، اثنين لاعبين يمكن مواليد 99 يعني مواليد 19 سنه، لعيبه تحت 19 سنه متصاعدين من فريق الشباب، هو احمد صبيحه رقم 36 اللي بيلعب في مركز المساك، وايضا عماد حمدي رقم 31 واحد اللاعبين الصاعدين. على دكه البدلاء محمد مصطفى رقم 1، كريم الضوي 3، احمد عبد العال 21، اسماعيل يانجو 25، كومباسا محمد 28، احمد خليل كالوشا 33، ومحمود فهمي 35. يمكن اللافت للنظر في هذه المباراه بالنسبه لفريق النادي الاهلي يمكن الكابتن سيد لن يتواجد مع الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي على دكه البدلاء، خاصه انه مرتبط بموعد السفر في تمام الساعه 1 من صباح اليوم التالي استعدادا للسفر الى الجابون لحضور مباراه اياب الدور التمهيدي دور ال 64 بين بطل بوركينا فاسو ريك كادوجا ومنانا الجابوني في الجابون. كجهاز الفني فضل ان الكابتن سيد معوض ما يكونش حاضر لهذه المباراه ويجهز بترتيبات السفر ويجهز بشنطه السفر استعدادا للاقلاع من مطار القاهره في تمام الساعه 1 من صباح اليوم التالي استعدادا للسفر الى الجابون وحضور هذه المباراه حيث يقدم تقرير فني عن مباراة البطولة الأفريقية. أي من الفريقين سيواجه الأهلي بإذن الله خلال شهر مارس القادم في مباريات دور ال 32. أيضا من اللافت للنظر في هذه المباراة يمكن تصريحات الكابتن حسام البدري استعدادا لهذه المباراة، كنا اتكلمنا معاه في مسألة غياب عبد الله السعيد، يمكن الجهاز الفني والجهاز الطبي فضل أن هو يعطي عبد الله السعيد راحة ثلاثة أيام قادمة للاستعداد للبرنامج التأهيلي المكثف الذي سيتم عمله طبعا مع عبد الله السعيد خلال الأيام القادمة استعدادا للمباريات القادمة، خاصة أن عبد الله أصيب بشد في العضلة الخلفية. لكن البديل الجاهز لعبد الله السعيد الكابتن حسام البدري اكد منذ المباراه السابقه ان هناك اكثر من بديل جاهز لعبد الله السعيد، وهو قد يلعب بوليد سليمان، قد يلعب باكثر من لاعب، وفي هذه المباراه نرى اكثر من محور سواء احمد حمودي او جونيور اجاي او صلاح محسن. عموما هي رؤيه فنيه بيجريها الكابتن حسام البدري في هذه المباراه استعدادا لهذه المواجهه والاستراتيجيه الفنيه للتغلب على عدد من الغيابات واراحه عدد من اللاعبين الاساسيين في هذه المباراه. وبالتالي كابتن حسام اكد ان هناك اكثر من بديل لعبد الله السعيد، وعمليه الروتيشن وعمليه الاستبدال بين عدد من اللاعبين في هذه الفترة هي مهمة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي للتجهيز والتحضير للمباريات القادمة في ظل توالي مباراة الإنتاج الحربي، ثم مباراة الداخلية، ثم الانسجام والتركيز في المباريات الأفريقية خلال شهر مارس القادم. وبالتالي مع استئناف واستمرار مباريات الدوري العام تقترب المسابقة شيئا فشيئا، لكن التركيز الأكثر خلال المرحلة القادمة هو التركيز على البطولة الأفريقية. نقطة أخيرة يمكن استنبطتها من الجهاز الفني للنادي الأهلي ومعلومات أكدها الجهاز الفني للنادي الأهلي أنه يعمل فقط في مسألة التدوير والروتيشن في اللاعبين في مرحلة واحدة فقط، وهو أن الفريق أو الجهاز الفني يفكر مع الفريق في مصلحة الفريق فقط، لا يركز في أي أمور أخرى، مسألة تدوير اللاعبين أو مسألة إيجاد بديل آخر، هذه المسألة ليست لها علاقة بأي شيء آخر، الجهاز الفني يفكر فقط في عملية تدوير وتجهيز لاعبي فريق النادي الأهلي للمرحلة القادمة، لا يهم أبدا أن مسألة أن المنتخب يستعد لتصفيات أو مباريات كأس العالم، راحة حارس أو راحة لاعب أو راحة عنصر آخر، الجهاز الفني يفكر فقط في مصلحة فريق النادي الأهلي للمرحلة القادمة سواء في المباريات المحلية أو حتى المباريات الأفريقية. ما زالت الأضواء خافتة داخل استاد القاهرة انتظارا لنزول الفريقين، فريق النصر لأداء عمليات الإحماء، وبعد قليل إن شاء الله هيكون معانا تصريحات خاصة سواء من الأهلي أو حتى يكون معانا إن شاء الله لقاءات خاصة جدا من فريق نادي النصر واستعدادوا لهذه المباراة، خاصة هي مباراة تحمل عنوان لقاء القمة والقاع في الدوري العام. إليك الكلمة كابتن محمد فاروق. نقفل احنا بقى.
بشكرك يا محمد، ويمكن ملاحظتي بس كده محمد وهو بيتكلم